بداية مرحلة جديدة والخروج من نفق الماضي سيكون من ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدا، أين سيعرض المشهد الأول للجيل خيردين زتش الجديد بقيادة الإسباني لوكاس الكاراز، عندما يواجه الخضر منتخب غينيا وديا في أول ظهور لمحاربي الصحراء مع الكاراز وأول ظهور بعد سقطة كاني غابون. Ouais, bien sûr, ouais, c'est tourné. On va pas toujours parler du passé. On sait ce qui s'est passé. On sait que voilà que ça a été un échec pour nous. Maintenant, là, des prochaines échéances très très importantes, Inch'Allah, et voilà et dans nos têtes, on va essayer de repartir sur de bonnes bases. واقعية الحال تفرض على زملاء إبراهيم الفوز لطي صفحة الماضي وبداية مرحلة التصالح مع الأنصار والجمهور الجزائري العاشق للكرة. قبل دخول غمار تصفية كان الكاميرون 2019 أمام منتخب الطوغو، لكن واقعية الميدان تقول أن محاربي الصحراء يتعثرون في كل مرة يواجهون فيها منتخب غينيا، آخرها منذ أقل من سنتين بملعب 5 جويليا والتي انتهت بهدفين لهدف لصالح الضيوف الغينيين. Je pense qu'il faut prendre des matchs les uns après les autres. Donc on travaille d'abord la Guinée. Après, comme j'ai dit, moi, je réponds à ce que le sélectionneur veut faire. Donc s'il doit faire appel à moi, je donne 100%. Et... مواجهة ودية لمنتخب غينيا رسمية بطبيعها للخضر لإثبات خيارة الناخب الوطني لوكاس الكاراز بدرجة أولى وكذا إعلان بداية عهد جديد قبل موعد الطوغو.